اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده. مخلفات البناء والاجبال تفتح شوارع مدينه الدار البيضاء. فهنايا في منطقه درب حمر مازال الاشغال متواصله للترامواي، الشيء اللي مخلي ان السياره كتسير كتكون عرقله بشكل كبير. كي كنشوفوا كميه كبيره من مخلفات البناء، الشيء اللي كيصعب لانه الطريق بقات غير هذه المسافه اللي كاينه، كيقطعوا منها الراجلين، كيجيو منها السيارات الاجرة، وكل وسائل النقل كدوز من هذا الشارع هذا. كنشوفوا فعلا مشكل ومشكل كبير بزاف. السؤال اللي كيطرح نفسه، من المسؤول على هذا الوتيره ديال الاشغال؟ اقل ما ممكن نقولوا عليها انها بطيئه وبطيئه بزاف. فكي كنشوفوا الاجبال منتشره بشكل كبير وكبير بزاف في هاد الشوارع هادو، رغم ان مثل هاد الامور لازم تمشي بوتيره اسرع باش هكا الامور تمشي مزيان. ولكن ملي كنكونوا لايف وكنشوفوا وكنقول لكم الصوت والصوره ما يقع. شوف اكبر شوارع مدينه الدار البيضاء، شوف كيفاش غارقه بالاجبال ومخلفات البناء. مشكل مشكل كبير وكبير بزاف فعلا. السؤال اللي كيطرح نفسه، من المسؤول على هذه الكارثه هذه التي تلتاح شوارع مدينه الدار البيضاء؟ الاجبال في كل جهه، وتيره ثقيله ديال الاشغال، والشيء اللي مخلي على انه الامور ما تمشيش بالشكل المعتاد. شوف شوف، مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، انا هنايا باش نتفاعل معها كومونتير باغ كومونتير. جيت لفاض انا كنت فارطاجيو معايا الاضافي ديالكم حول هاد الكارثه هادي اللي كتعيشها مدينه الدار البيضاء، مدينه الدار البيضاء والشوارع مدينه الدار البيضاء. كنشوفو شغال طرامواي في منطقه درب عمر واقفه، مخلي ان الامور ما تمشيش بشكل طبيعي والمعتاد ديالها. الجبال باغتو، مخلفات المشروبات الروحية حتى هي كاينة، الجبال باغتو، فعلا مشكل ومشكل كبير بزاف. تحياتي ليك محمد ماروكا. كنشوفو الطريق ضيقة وضيقة بزاف، مخلفات باغتو. نقرا كومونتيغ ديال ميد ماروكان، تحياتي ليك. مشاهدينا الكرام، كنا كنحاولو نقربوكم من الحالة الكارثية. أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء بسبب مخلفات البناء والأجبال اللي كتلتاح سكة الترامواي. كي كنشوفو حتى مكان النقل أو الخطوة باش تقدر تمشي، مكيقدرش يدي بزاف ديال الناس لأنو الأمور واقفة. إذا صغير شاحنة وحدة، الأخرى مكتلقاش منين كدوز. كاين مسار واحد هنايا، مسار واحد اللي كاين هنايا في هاد طول هاد الأشغال هادو اللي صبحو وكان الأجبال ومخلفات الأشغال. إذا مشاهدينا الكرام، كما شفتو قربنا لكم من الحالة الكارثية اللي كتعيشها هذه المنطقة، منطقة درب عمر بسبب هاد الأشغال اللي كتعرقل السير بشكل كبير. وكي كنشوفو حتى وسائل النقل مكتلقاش منين دير في ظل هاد الظروف. كنشوفو الطريق كتبدي عربة واحدة لا أكثر وبصعوبة. المخلفات في كل مكان، نتمنى الخير ان شاء الله، نتمنى ان المسؤولين على هاد الاشغال هادو.
إذا مشاهدينا الكرام تلقوا في خير، السلام عليكم.